Yo, yo, what's up, guys? Man, welcome to another video, man. I'm do a reaction today, actually. Football. I need to get into like football reactions because I love football. So I recently just injured my knee, so I'm gonna be out for a while, and I'm pissed. I hope I didn't tear anything because I literally haven't been able to walk for the past 2 days. Hopefully it's not a big deal. So Al Nassr versus somebody else. Man, listen, Messi just won the Ballon d'Or. Ronaldo's not happy about it. I ain't gonna lie to you, shit. A lot of people give Ronaldo bad credit because he's a competitor, fam. Like, people say Messi's humble, but to be honest, I don't think Messi's humble. I think Messi secretly, you know, doesn't want to show out his true personality because, you know, it's not good for the brand. التي تجمع بين النصر والاتفاق وهي قمة بين اثنين من أهم الأندية اثنين من أهم الأندية في المملكة العربية السعودية تاريخيا على مستوى الأسماء على مستوى النجوم والأساطير اللي قدمت في تاريخ الناديين الانطلاقات الأولى اللمسات المهارات البينيات الأرضية لكنها بعيد على كريستيانو الدقيقة الأولى الهجمة الأولى الفرصة الأولى الانطلاقة الأولى النصر ليسعى 16 بيني حلو على اليسار جري على اليسار جري على اليسار جري تمويه جري تسديد وكرة وفرصة وتسديدة يا إلهي هل كان فيها تسلل اللقطة الماضية الإشارة وصلت متأخرة التسلل على دي ماري جراي في الكرة الأخيرة على الهجوم الاتفاقي اللي استفاق في هذه اللحظة الوهم يشوفه على قوس منطقة الجزاء هندرسون بينية خطيرة فينالدوم قوية يا إلهي حلوة 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 لقطة ولا أروع تصدي ولا أجمل أي تحدي أي اندفاع أي هجوم أي تسديد العقيد يتألق في صدي وهذه خطيرة مصراوية رونالدو رونالدو يحاول التمويه ضاعت منه لا شيء في قرار الحكم لا شيء طويلة خطيرة لجري يحاول على اليسار بعيد عنه لكنها في الأخير تحولت إلى ربيع جانبية الحكم الشيل يعتبر عدم وجود خطأ لرونالدو في اللقطة الماضية يعتب كريستيانو على غير العادة بهذه الصورة على حكم المباراة توتر لمنطقة الجزاء بروسو تمويه تمرير فرصة ليوتافيو داخل منطقة مرمى والتمرير المين يا هلال يحافظ على كرته يفضل اختراق لوحده حمدان مر وكرة فيها وصول الحارس هل كان فيها شيء أم كان يمثل حمدان في اللقطة الماضية لا يوجد ركلة I ain't gonna lie to you, man. Al Nassr defense, they're like being ran through right now. Like, I don't know why. It's so easy to pass, to go bypass them. I don't know what's going on. جزاء على ما يبدو شوفها مرة أخرى الجولات الماضية على قبول عديد من الأهداف طويلة لرونالدو الكنترول لكريستيانو داخل منطقة تغطية وتدخل إبعاد وتسلل على رونالدو تسلل في اللقطة الماضية على رونالدو لقطة كانت خطيرة لمصلحة النصر لكن في تسلل على كريستيانو ماري حط لرونالدو هذه كرة كريستيانو مر والتسديدة يا إلهي Yo, people be saying that Ronaldo can't dribble anymore, bruh. You see, yo, dude is cooking, bruh. Dude is cooking, dog. زادت الحدة الأتباع النصراوية. Oh, what a pass. كرة حلوة. تسديدة. فرصة. يا إلهي. لقطة نصراوية خطيرة وكرة لرونالدو مرة أخرى لا شيء في قرار الحكم بيني يا جراي مرة جراي وكرة Yo, what's up with the defense, man? Yo, this defense is trash. فيها تسلل على جراي يا لها من فرصة خطيرة اتفاقية فرصة كانت انفراد عدى من الحارس العمري بروعة كبيرة نصراوي الهائل في هذه الأثناء بروزو حطها لكنها في يد الحارس تسديدة في المكان اللي تواجد فيه باولو فيكتور الكويك بيعدى الكويك بيحاول بكرة وإبعاد في اللحظة الأخيرة يا الله الماضية الكرات الثابتة المحاولة بجانب بروزو خطيرة وفرصة لك فيها
التسلل على كريستيانو. حلوة الفكرة، ذكية الفكرة، جميلة الكرة، لكن في التسلل على رونالدو في اللقطة الماضية. Okay. بعد one criticism, I love Ronaldo, but one criticism I'll give him, he needs to stay onside more. I've been noticing lately he's been offside more than usual. You know what I'm saying? He's always offside. I don't know what's going on. He really needs just he needs to fix that. He really needs to fix that. That تمريرة ذكية من بروزوفيتش. برون كاسرو يمكن أن يفعل كثير. حلوة من أوتاميو، لمسة لخيبري، عرضية لمن؟ الكرة لخيبري طويلة باتجاه كريستيانو، لكن الحارس يتدخل. فيكتور مرة أولى بمهارته، بعودة للوراء، تيريس عرضياته. What's the issue? رونالدو في هذه اللقطة عرضية تيريس، مش عارف إذا كان يتكلم على حالة التسلل على كريستيانو في هذه الكم. حكم اللقاء بعد العودة. What? جانب سيكو فوفانا يحاول بناء الهجمة، اللمسة، يتوقف اللعب أم لا؟ سننتظر. حمدان على هذه اللقطة مع حمدان. Hey, wait, wait, how's that? Wait, that was all. Bro, I don't know what's going on, man. Today has not been a good day for Ronaldo. Messi just won 8th Ballon d'Or. They call him offside for every single thing he does now. Oh, my goodness. What is going on, dog? What is going on? بيروماسا يتأكد من هذه الوضعية. هل هنالك ضرب متعمد يوجب إخراج كي يخرج من أجواء هذه المباراة؟ Telesca, what the hell are you doing, fam? Now they're gonna be 10 men down. Oh man, this is not good. This is not good. الحكم الشيلي يتخذ قرارات تثير ضجة كبيرة. لمسة تصل إلى رونالدو، محاولة باتجاه ساديو ماني، تسديدة لكنها في يد الحارس. أوتافيو، أوتافيو باتجاه رونالدو، طويلة لكن التمريرة فيها. خرجت الكرة أم لا؟ ضاعت الكرة في اللقطة الماضية. حلو التحرك من جانب رونالدو، وحلو تمريرة الردية لبروزوفيتش، تحرك من جانب أوتافيو، ذكية بدون كرة لكنها بعيدة. على مستوى بطولة الكأس، تيريس يلعب كرة عرضية خطيرة لكن فيكتور، انتظار هذه الكرة، الفرصة النصراوية تلعب روعة ولكنها مرت حلوة جميلة جميلة من جانب تيريس ولكنها مرت بمحاذاة القائم. لقطة في منتهى الروعة بالقدم اليسرى لأليكس. شوية مرت بمحياني صعبة، تردد الجماهير رونالدو، تسديدة لكنها في الجدار. مرة أخرى رونالدو، طويلة بالرأس، خطيرة لكنها مرت. يا الله، كم كانت جميلة اللقطة الأخيرة للعمري، العمري بعد تسديدته وتمريرة رونالدو. شوف بروك، مرة يدافع عن مرمى النصر ومرة يبحث عن شباك الخصم. خطأ وإنذار، إنذار، نعم إنذار. يا الله، دقائق صعبة في هذه المباراة. نعم، I don't know man. الإثارة بلغت بالثمن. طرد، I don't know man. على الاتفاق، تدخل قوي ومارك على الجهة اليسرى يحاول مر. For people that say that the MLS is more competitive than the Saudi League, you can't be far from wrong, bruv. You are so wrong, bruv. Oh my goodness. The Saudi League has everything. Drama. The commentators are the best. I ain't gonna lie to you. I'm not trying to suck there right now, but bruv. ومعركة على الجهة اليسرى يحاول مر. مرة ساديو ماني وتمرير الكرة. يا إلهي، خطيرة خطيرة
جميلة جميلة. رونالدو تمرير، رونالدو محاولة، رونالدو تمرير لمن؟ هي تمرير. Oh my God! Come on, G! مش ممكن يا ساديو، غير معقول يا كريستيانو. والله كرة الفرصة الأخيرة خلاص. عدى على اليمين، خطير على اليمين، في رد عرضية خطيرة. يا إلهي. خطير بلمسة سريعة. الموسى لإندرسون مرة أخرى بكرة عرضية خطيرة. مستحيل اللقطة الماضية يا جيرارد. ساديو ماني طويلة خطيرة. وكرة. يا إلهي. لقطة مستحيلة. يا لها من فرصة قريبة. يحيى على جهة اليسار يبحث عن كرة عرضية خطيرة. Mane came to the rescue, this baby. Game. Yo, someone had to win this shit. Well done. Well done. That's a goal. That's a goal, baby. Mane kept the save, boy. احلى رقصه، احلى فرحه، احلى همسه، احلى لدغه، احلى كوره، احلى هدف، احلى توقيت. ماني في الوقت اللي كان حلول تمريره باتجاه رونالدو. رونالدو مش What the fuck is this? Oh, bruv. Oh, man. Listen. Bro. To the people that said that Saudi's not competitive, they're so wrong, bruv. They're so wrong. Low key, Ronaldo should have had like two goals because most of them he was offside, and that's not good, man. And Telesca, you gotta do better, man. Yeah, your team is losing. You can't make dumb fouls, bruv. You can't do that. You know what I'm saying?